السلام عليكم. إذا التمرين اللي غنشوفه اليوم إن شاء الله هو التمرين 17 صفحة 78 دائما بالمقرر المسار في الرياضيات. إذا السؤال مطلوب منا في التمرين هو أنشر وبسط، يعني سنقوم بعملية النشر ثم بعد ذلك سنقوم بعملية التبسيط اللي هي عملية الحساب. إذا نبدأ بالتعبير الأول، لدينا A تساوي X زائد Y عامل لإثنان إكس زائد ثلاثة إيكغيك. دونك هذا هو التعبير أ. هنا غنقوم بعملية النشر، دائما نأخذ أعداد القوس الأول ونضربها في أعداد القوس الثاني. إذا غنبدأ بإكس، دونك أضرب إكس في إثنان إكس، بعد ذلك أضرب إكس في ثلاثة إيكغيك حتى نكمل جميع الأعداد اللي كاينين في هذا القوس. دونك آخر عدد هو 3 إيكغيك. بعد ذلك سنأخذ العدد إيكغيك نضربه في 2 إكس، إذا زائد إيكغيك في 2 إكس، بعد ذلك إيكغيك في 3 إيكغيك. إذا هنا كملنا عملية النشر، غنمشيو لعملية الحساب. إكس في 2 إكس، دائما نبداو بالأعداد هما الأولين. دونك الأعداد عندنا غير إثنان كاين بوحدو، ما كاينش حاجة اللي غنحسبوه معاها، دونك غنخليوه. و إكس في إكس هي إكس أس إثنان، زائد نفس الشيء هنا إكس في ثلاثة إيكغيك، عندنا غير ثلاثة بوحدها غنحتفظو بها. و إكس إيكغيك، إكس في إيكغيك هي إكس إيكغيك، ما كتحسبش لأنهم ماشي نفس الحروف. هنا إيكغيك في إثنان إكس، إذا إيكغيك في إثنان إكس، عندنا غير عدد واحد اللي هو إثنان نحتفظو به، والحروف اللي عندنا هما إيكغيك في إكس هي إيكغيك إكس، زائد إيكغيك في ثلاثة إيكغيك. دونك العدد الوحيد اللي عندنا هو ثلاثة نحتفظو به، هو إيكغيك في إيكغيك هي إيكغيك أس إثنان. إذا نشوفو واش كاينة شي حاجة اللي نحسبوها، نلاحظ أن إكس أس إثنان عندنا غير واحد، دونك نحتفظو به لأن إكس أس إثنان كتجمع غير مع شي حاجة اللي تاهي فيها إكس أس إثنان. 3 إكس إيكغيك زائد 2 إكس إيكغيك، لاحظوا معايا نفس الحروف اللي كاينين هنا هما اللي كاينين هنا، دونك نقدروا نجمعوا هاد الزوج غيعطيونا 3 زائد 2. كنجمعوا غير الأعداد لأن الحروف ما كيتجمعوش، كنجمعوا غير الأعداد وكنضيفوا وحدهم هاد الحروف. إذا 3 زائد 2 هي 5 إكس إيكغيك، زائد 3 إيكغيك أس إثنان حتى هي غنحتفظوا بها لأن ما كاينش حاجة أخرى اللي فيها إيكغيك أس إثنان. وهنا غنكونوا كملنا عملية النشر والتبسيط. نمشيو للتعبير الثاني وهو التعبير بي. إذا لدينا بي تساوي 2 إكس ناقص 1 عامل لواحد ناقص 3 إكس. إذا دائما نأخذ أعداد القوس الأول ونضربها في أعداد القوس الثاني. غنبدأ ب 2 إكس أضربها في 1، إذا تساوي 2 إكس في 1، بعد ذلك أضرب 2 إكس في ناقص 3 إكس، إذا زائد 2 إكس في ناقص 3 إكس. ما بقات حتى شي حاجة أخرى في هذا القوس، غنمشيو للعدد الثاني اللي هو ناقص 1، وردوا البال الإشارات. إذا أضرب ناقص 1 في 1، ناقص 1 في 1، بعد ذلك أضرب ناقص 1 في ناقص 3 إكس، إذا ناقص 1 في ناقص 3 إكس. الآن نحسب النشر، كملناه غنحسبو دابا. 2 إكس في 1، إذا غنحسبو الأعداد، 2 في 1 هي 2، و إكس كاين غير بوحدو غنحتفظو به. هنا عندي 2 إكس في ناقص 3 إكس، نحسبو الأعداد كما دائما هما اللولين، إذا زائد 2 في ناقص 3، عدد موجب مضروب في عدد سالب غيعطينا إشارة سالبة، و 2 في 3 هي 6، و إكس مضروب في إكس هو إكس أس 2. ناقص 1 في 1 هي ناقص 1، ناقص 1 في ناقص 3 إكس، إذا غنحسبو الأعداد هما اللولين، ناقص 1 في ناقص 3 هي زائد 3، العدد الموجب في العدد السالب كيعطينا، عفوا العدد السالب في العدد السالب كيعطينا عدد موجب، إذا 1 في 3 هي 3 ونحتفظ بالحرف إكس. إذا نشوف واش كاين شي حاجة اللي ممكن نديرو ليها عملية الجمع. 2 إكس ممكن نجمعوها مع 3 إكس لأنهم فيهم نفس الحرف. بطبيعة الحال دائما نحسبو غير الأعداد، 2 زائد 3 هي 5 إكس، ناقص 6 إكس أس 2 غنحتفظو بها لأنها كاينة غير وحدة، وناقص 1 هي غنحتفظو بها لأنه هو العدد الوحيد اللي كاين عندنا في هاد التعبير. وهنا غنكونو كملنا عملية النشر والتبسيط. نمشيو للتعبير سي، واللي هو إكس زائد 2 على 7
عامل لي اكس ناقص 2 على 7. اذا هذه كتفكرنا في متطابقه هامه رقم 3 وهي ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي. يعني هنا غندير واحد التذكير قبل ما نجاوبوا على هذه العمليه. اذا غنديروا واحد التذكير بحيث ان المتطابقه هامه ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي، فالنشر ديالها هو ا اس 2 ناقص بي اس 2. اذا الا كانوا عندنا هادو بحال بحال، دونك هنا ا ا بي بي، الفرق ما بين هاد القوسين هو ان واحد فيه الطرح وواحد فيه الجمع. اذا الا توفروا لنا هاد الشروط فهذه كتسمى متطابقه هامه رقم 3، كتساوي النشر ديالها ا اس 2 ناقص بي اس 2. اذا حنا في العمليه ديالنا كنلاحظوا بان فعلا عندنا اكس اكس، اذا نفس المجهول، 2 على 7 2 على 7 نفس الارقام، وقوس فيه الجمع وقوس فيه الطرح. اذا فهذه متطابقه هامه رقم 3 اللي النشر ديالها غيكون مباشره هو ا اس 2 ناقص بي اس 2، يعني اكس اس 2 ناقص 2 على 7 الكل اس 2. ديما فاش يكونوا عندي يا اما عددين ولا يكون عندي عدد كسري ديما ندير الاقواس. اذا هذه هي اكس اس 2 ناقص 2 على 7 الكل اس 2، هي 2 على 7 في 2 على 7. اذا تساوي اكس اس 2 ناقص 2 في 2 4 و7 في 7 49. اذا نمشيو الان الى التعبير دي. تعبير دي لدينا 1 زائد ا على 6 عامل لواحد ناقص أ على 6. إذن فهي أيضا متطابقة هامة من الدرجة أو من متطابقة هامة رقم 3. إذن دي تساوي 1 زائد أ على 6 عامل لواحد ناقص أ على 6. إذن فهي متطابقة هامة. كنلاحظوا بأن عندنا القوسين متشابهين، الفرق بيناتهم ان واحد فيه المجموع وواحد فيه الطرح. اذا مباشره النشر ديالها هو 1 اس 2، يعني هذا العدد الاول اس 2 ناقص العدد الثاني اس 2، يعني ا على 6 الكل اس 2. اذا هي 1 اس 2 ناقص ا على 6 الكل اس 2. ممكن نديروا لها الطريقه اللي درت هنا، ممكن ان هذا الاس نفرقه على البسط وعلى المقام، يعني تولي عندي ا اس 2 على 6 اس 2 هي 1. واحد أس اثنان هي واحد ناقص أ أس اثنان على ستة أس اثنان هي ستة في ستة هي 36. وهنا غنكونو كملنا عملية النشر بالنسبة للتمرين 17.